مدحونا سومالان مدن احمد محمد محمود سيلانيو اي سفر قوكي ويتمي دلكي مارات كعربتا وحانا مدحونا سفر كنكو هيرينيي مرودة مدحونا وسير كمالي يدى اي حقايا قار كاي مدحونا انتا سيكي دي واحا سفر كمدحونا سحافة دوغو وربحيي افايين كمدحونا وحانا ويري مدحونا جمهورية سومالان مدن احمد محمد سيلانيو ايا مانتا وحو بحي دلكي مارات كعربتا سفر خاصة او انا هاي سفر شقو لكن سفر خاصة أيو كتري وحقا مداو كمغنان دونا دل كإمارات كعربتا مدحونو انتو بوغشة خاصة كتشوغ دل كإمارات كعربتا وحي هولا قرنكا كلاسو قدبونا دل مسولي ده يحيلكا وقرنكا وهايو دبعا سيدي وأول بو قبن جري أيو قبن دونا لكن سفر كنو مانت مدحونو دل كإمارات كعربتا وقبا حي وسفر خاصة او إساقا وقارا او انا هاي سفر شقو سومالا ودل مدح بنان ومدح بنان إنه قارو قوانا السياسة دقاء كترجمية مثل حدها دقالة كوا إسكاشي يكوا نبتقليو إيه من دقدنا يكون نولاي كجرا طبعا دولة سومالان وحي إيه قسم دانا هاي دا وقومي مثل ميشي كجرا معنى دو ماها قدر عول باين ولالنا هاي قدر على عود باين نقدر حيسا وحلا واحد نقدر حيا مجران قدر واحد كون ولد بدون رئيس سومالانا ودولة ولالهنا لكن سمرك النقطو إنه قارو قوان سياسي أو iyad ma garanaysaa isha labada dhinacays ayaa raacaysa suuudi waxa naga dhaxeeya xiriir badan oo soo jireena oo mid dhaqaale iyo mid ganacsi ah ariga Soomaaliland iyo xoolaha Soomaaliland ugu badan dalka Suudiga ayaa tagaan dawladda Imaaraadka Carabta waa dawladda hadda aan isugu wanaagsanahay saas daraadeed dawladda Soomaaliland go'aanada siyaasiga ee gaarisa waa kuwa ku saleysan istaraatiijiyadda iyo horumarka iyo dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay doonayso inay dalkeeda ku horumariso oo ay uga faa'iideysato kulba isbeddelada siyaasadeed ee ka jira mandaqada waxaa dawladda Soomaaliland oo madaxweynuhu hoggaaminayo ay go'aansatay in fikirka Suuudiga iyo dawladda Imaaraadka Carabta la taageero Nashaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.